بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم شريك لك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر. فتول عنهم يوم أدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، فقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: فتولى يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون هذا سحر مستمر، أعرض عنهم وانتظرهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي إلى شيء منكر فظيع، وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء والزلازل والأهوال. خش عن أبصارهم، أي ذليلة أبصارهم، يخرجون من الأجداث أي من القبور، كأنهم جراد منتشر، أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب، إجابة للداعي، جراد منتشر في الآفاق. ولهذا قال مهطعين، أي مسرعين إلى الداعي، أي لا يخالفون ولا يتأخرون. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي يوم شديد الهول، عبوس قمطرير. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير عسير. كذبت قبلهم قوم نوح، يقول تعالى: كذبت قبل قومك يا محمد قوم نوح فكذبوا عبدنا، أي صرحوا له بالتكذيب واتهموه بالجنون وقالوا مجنون وازدجر. قال مجاهد: وازدجر، أي استطير جنونا، مجنون وزاد جنونه. وقيل: وازدجر، أي انتهروه وزجروه وأوعدوه، هذا أقرب. لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قاله ابن زيد، وهذا متوجه حسن. أصلها من الزجر، والدال أصلها تاء أضيفت ثم استسهلوها ففعلوها دالا، استسهلوا الدال عن التاء، هي أصلها مزدجر، وازدجر من الزجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، لإني ضعيف عن هؤلاء ومقاومتهم، فانتصر أنت لدينك. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. قال السدي: هو الكثير. وفجرنا الأرض عيونا، أي نبعت جميع أرجاء الأرض حتى التنانير التي هي محال النيران
نبعت عيونا تنانير اللي هي الفرن، فالتقى الماء أي من السماء ومن الأرض على أمر قد قدر على أمر مقدر. قال ابن جريج عن ابن عباس: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر كثير، لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده ولا من السحاب، فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم، فالتقى الماءان على أمر قد قدر. وروى ابن أبي حاتم أن ابن الكواء سأل عليا عن المجرة فقال: هي شرج السماء ومنها فتحت السماء بماء منهمر. الشرج يعني زي الفتحة التي يمر منها، شرجة الماء يعني زي الأناية اللي يفتح منها فتحة من النهر مثلا لتصل، فتحة الشرج لأنه تخرج منها الفضلات. والتسمية الحديثة للمجرة هي متخذة من التسمية القديمة، لكن المجرة عندهم مجموعة كواكب يسمونها المجرة أو يعني جزء من السماء اسمه كده. فلما اكتشف إن فيه مجموعات كبيرة جدا من النجوم سموها مجرة. وحملناه على ذات أرواح ودسر. قال ابن عباس وسعيد الجبير والقرضي وقتادة وابن زيد: هي المسامير. واختاره ابن جرير: واحدها دسار، يقال دسير كما يقال حبيك وحباك، والجمع حبك دسر. قال مجاهد: الدسر أضلاع السفينة. قال عكرمة والحسن: هو صدرها الذي تضرب به الموج. وقال الضحاك: الدسر طرفاها وأصلها. قال وفي عن ابن عباس: هو كلكلها. والمشهور أنه المسامير، يعني ربنا سبحانه وتعالى يمتن على عبده نوح على عباده عموما لأنه أجراهم في هذا الموج الهائل على ألواح ومسامير، على سفينة ذات ألواح ومسامير، شيء يسير جدا ومع ذلك أنجاهم الله عز وجل به من غرق محقق. وقول تجري بأعيننا أي بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا، جزاء لمن كان كفر أي جزاء لهم، هي جزاء على القراءة دي جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصارا لنوح عليه السلام. وقوله: ولقد تركناها آية. قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن، يعني قول ولقد تركناها يعني سفينة نوح نفسها آية علامة، أو تركنا السفن، ظل هناك من يصنع السفن من الناس بعد أول سفينة صنعت هي سفينة نوح، كقوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ذريتهم هنا يعني أباءهم، من ذرئوا منهم هم الآباء والأجداد. وقال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ولهذا قالها هنا: فهل من مدكر، أي فهل من يتذكر ويتعظ. قال الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، مدكر أو مذكر؟ فقال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم مدكر. وهكذا رواه البخاري. وعن عبد الله
قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر؟ وروى البخاري عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا يسأل الأسود فهل من مدكر أو مذكر، قال سمعت عبد الله يقرأ فهل من مدكر، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر. دالا قد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه. فكيف كان عذابي ونذر، أي كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به نذري، وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي سهلنا حفظه ويسرنا معناه لمن أراده، لمن ليتذكر الناس، كما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال مجاهد ولقد يسرنا القرآن للذكر يقول يعني هونا قراءته. قال السدي يسرنا تلاوته على الألسن. قال الضحاك عن ابن عباس لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. قلت ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القرآن، تلاوة القرآن من تيسيره ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، وأردنا الحديث بطرفه وألفاظه بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنه. فهل من مدكر، أي فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه؟ قال محمد بن كعب القرظي فهل من منزجر عن المعاصي. روى ابن أبي حاتم عن مطر هو الوراق في قوله تعالى فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعان عليه، وكذا علقه البخاري من صيغة الجزم عن مطر الوراق. ورواه ابن جرير وروي عن قتادة مثله. هل من متذكر أصلا أصلها، لكن التاء والذال والضغمة في ذال، فما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام. قل هذا واستغفر الله.